السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان جميع مشروعات التنميه هدفها ومحورها المواطن المصري في كل مكان. وشدد السيد الرئيس على ان الدوله لن تنسى ابدا اهالي الصعيد والريف. جاء ذلك في كلمه للرئيس السيسي خلال استقبال اهالي قريه المعصره له في مستهل تفقده لمشروعات حياه كريمه بمركز ملاوي بمحافظه المنيا. وتناول السيد الرئيس الافطار مع اهالي القريه هناك وقال رئيس اسيسي نحن سعداء وفخورون بالعمل التطوعي في قريه المعصره وفي محافظه المنيا ونقدر ما تقومون به من عمل تطوعي في المحافظه والذي غير الصوره الى الافضل واعرب السيد الرئيس عن شكره للمتطوعين باسم كل المصريين وباسم المحافظه وباسمه شخصيا وتفقد الرئيس السيسي مشروعات حياه كريمه بقريه المعصره وهي اول قريه نموذجيه تكتمل بها مشروعات المبادره الرئاسيه بمركز ومدينه ملاوي بمحافظه المنيا. وشهد الرئيس السيسي اصطفاف اكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في قريه المعصره بمحافظه المنيا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحيه للمتطوعين تقديرا لجهودهم المبذوله ضمن المشروعات والمبادرات في كل قرى حياه كريمه بمراكز محافظه المنيا والتي سعت لتحسين معيشه المواطنين في القرى الاكثر احتياجا. الرئيس السيسي تفقد عددا ايضا من مشروعات حياه كريمه داخل قريه المعصره بمركز ملاوي والتي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية وكذلك تفقد السيد الرئيس مكتبة حياة كريمة داخل مركز الشباب بقرية المعصرة بمركز ملاوي بمحافظة المنيا